هذه كان رأيي والقرار قراركم. الفواكه والخضروات ناكل اللي نبي منها ونرمي الباقي، لكن هل مرة فكرتوا إن يمكن الأشياء اللي نرميها فيها فوائد علينا؟ هلا أقول لكم عن بعض الأشياء اللي العادة تنرمي بس المفروض تتم. أولهم قشور الكيوي. معظم الناس ما يعرفون إن قشور الكيوي تنأكل، ومو بس تنأكل، فيها فوائد بعد. قشور الكيوي فيها ألياف، فيها فيتامين سي، وفيها زيوت الأوميجا بعد. فرجاءً لا ترمونها، قصصوا الكيوي شرائح ضعيفة بالقشر واستمتعوا فيه. ثاني شيء البروكلي، نقصصها ونرمي جذوعها وأوراقها، بس أشجعكم تخلونها لأن فوائدها كثر البروكلي نفسه. في الواقع جذع البروكلي يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن بما فيها الكالسيوم، المغنيسيوم وحتى الحديد. وثالث شيء دائما ينرمي ولازم ننقذه، لب الفواكه بعد ما تنعصر. احنا عادة نعصر البرتقال أو الفواكه ونرمي اللب اللي يبقى، لكن عيدوا النظر، هذه اللب اللي يبقى عبارة عن ألياف فيها فوائد كثيرة على الجسم، فبعد ما تشربون العصير استعملوا اللب اللي يبقى عشان تضيفون كثافة لأي طبق، يصير تضيفونه في الشوربة أو صوص الباستا أو حتى البرجر إذا بتسوون برجر لحم أو برجر نباتي، يضيف طعم وغلاظة، وتكونون أنتوا استفدتوا من الفواكه والخضروات وبعد دخلتوا أليافها في طبق صحي. من اليوم ورايح هذه الأشياء الثلاث غيروا اتجاهها وخلوها تعطيكم فوائد بدل ما تنرمي. هذه كان رأيي والقرار قراركم.